التحاليل بتحتاج لمواد معينة لتصنيع أدوية لمرضى الفيروس، فهذه المواد هتوفر على الدولة كتير جدا لكي يتم تصنيع هذه الأدوية في مصر. فأنا بطلب مواد خام، وكمان إذا كان في أي تجهيزات يحبوا إن هم يساعدوا بيها معامل التحاليل في مصر. أيوة وزيرة، هو يعني المواد الخام دي هتكون يعني في مجاوز الأطباء ولا شركات عالمية ولا يعني عايزين نعرف؟ طبعا يعني الأطباء المصريين طبعا شغالين في مستشفيات، ممكن يكونوا شغالين في شركات أدوية، كل واحد يعني في مجاله هيقدر إن هو يفكر ويقول لنا إزاي يقدر يساعد هذه المرضى. هيبقى عندهم يعني بيان بالمواد بتفصيلاته في الورقة اللي أنا قلت هاخدها من الصندوق، وهم بدورهم هيقولوا لنا ازاي ان هم يساعدوا في الحصول على هذه المواد، واحنا هنرتب وصولها لمصر بالتعاون والتنسيق مع صندوق التحديث. بديها ممكن نعرف بقيت اتكلم مع السيده جدا، انا نفسي عارف اليوم مريض السنه دي من فيروس علاج فيروس سي. لما بدانا ندخل فيه كصندوق تحديث طبعا احنا بنعمل تحت تنسيق كامل مع وزاره الصحه، وتحت تنسيق كامل مع اللجنه العليا للفيروسات، بحيث في عندنا واحد اثنين في بروتوكولين معتمدين، في بروتوكول علاج اللي هو الادويه المعتمده في وزاره الصحه دي اللي احنا بنستخدمها، وبروتوكول للتحاليل عدد التحاليل وتوقيتاتها، والحاجه الثالثه في انشاء مركز معلومات موحد على مستوى الجمهوريه يجمع البيانات الخاصه بوزاره الصحه والتامين الصحي والجمعيات المدنيه ومجهودات اهل مصر كلها على بورتال واحد. فبالتالي احنا ده الابروتش مجانا معالي الوزير، لو شرحنا لها احتياجاتنا قلنا لها عايزين، طب انتوا احتياجاتكم ايه؟ قلنا احتياجاتنا رقم واحد المصريين في الخارج يشعروا ان في وباء في مصر، اهاليهم بيتعرضوا للخطر. ثانيا العمليه بقت بمنتهى البساطه، ان العلاج النهارده بعد مبادره الرئيس، يعني يوم ما اعلن الرئيس المبادره كان تكلفه العلاج 27500، النهارده وصل لحوالي بالتحاليل الماليه لا يتعدى 5000. يعني فبالتالي احنا عاوزين ننقل المشكله الموجوده عندنا لاهالينا المتواجدين خارج مصر، خصوصا الجيل الثاني والثالث اللي هو الاجيال اللي هي بتحب اهاليها بتحب تساعدها. ثانيا برضه معانا دي سالتنا، طب ايه نوع المعاونه؟ المعاونه احنا عاوزينها تشاركوا معانا ان هم يتصلوا لنا من جهات المنحه يساعدونا في الفاند ريزنج، يعني لو يساعدنا بوقت احنا بنرحب بيه، لو يساعدنا بفكر احنا بنرحب بيه، لو يساعدنا بتمثالات ماليه عندنا حساب هنحط رقمه مع البنك الاهلي وبنك مصر حول عليه، اكتر من كده باتصالاتهم، لان عندنا مصريين في اماكن ومراكز مرموقه في مراكز بحثيه ومستشفيات كبيره. احنا لو ساعدونا ان يبعتوا لنا خامه الدواء، واحنا بنصنعها في مصر دلوقتي، مصر مصانع حوالي 4 مصانع واهاليين ومعتمدين وزاره الصحه تصنيع الدواء. لو كانت الخامه هنصنعها يبقى هو وفر لي استيراد الخامه وبالتالي وفر لي سعر الدواء. التحدي الاخر اللي عندنا الخامات المستخدمه في التحاليل. التحاليل مكلفه جدا. التحليل يعني في تحليل اسمه بي سي ار، ده تحليل مكلف جدا وبياخد يمكن حوالي 40% من التكلفه. فلو بعتوا لي الخامات دي اقدر اوزعها على معامل وزاره الصحه، معامل المستشفيات الجامعيه، او معامل احنا متعاقدين معاها، او حتى لو حد بعت لنا اجهزه، الاجهزه دي ممكن نوجهها للمستشفيات عندها نقص في التجهيز، او نبدا نعمل فيها جروب براكتس، ننشي المعامل الصغيره للشبان او المعدات دي ويبداوا يشتغلوا واحنا نبعتهم الكيسز. بصراحة لما اتقابلنا مع الوزير فتحت لنا هي مجالات كتير قوي ما كناش بنفكر فيها. وحطتنا على باب اوسع وفيجن اوسع انها هتخلينا ان مشكلتنا اللي احنا عايشين فيها توصل لاهالينا واولادنا وخارج مصر، وهي باتصالاتها